مختار يعطيك العافية، أنا تبلغت بقضية العيشية، ومثل ما بتعرف أنه أول شيء مجلس وزراء أخذ قرار بموضوع المرامل بلبنان، وفي مخطط توجيهي جديد والعيشية برات المخطط التوجيهي. فهيدي أول نقطة. تاني شيء، الرخصة اللي عم تقلي عنها أنت هيدي عمرها سنتين ماضية زميلي الوزير طارق الخطيب، فهيدي مش طالعة عنا نحن هلأ، واليوم في قرارات تغيرت. فأنا ما رح أقبل انه يكون في بهيدي المنطقه مرمله، وهذا حديث حكيناه مع اتحاد البلديات ومع البلديه، فخلي يكون هذا الموضوع واضح كثير. ما رح نخلي ولا صوبرة تنقطع لنعمل مرمله بالعيشيه ولا ناثر على المياه الجوفيه والانهر الموجوده هناك. انا بامريكا لسوء الحظ، ورح اجرب من هون شو بقدر بعمل رح اعمل، وعلى رجعتي كون اكيد مثل هديك المره عوصلتي رح اقدم الشكوى المطلوبه وقف الشغل أكيد.